السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن واقع الحريات والحقوق في المحافظات المحرره، وايضا عن ملف المعتقلين في محافظه حضرموت. نفذ العشرات من اهالي المعتقلين والمخفيين قسرا بمحافظه حضرموت وقفه احتجاجيه للمطالبه بالافراج عن ذويهم المختطفين في سجون التحالف العربي بالمحافظه. وادان بيان صادر عن الوقفه ما اسماه تلاعب قائد قوات التحالف الاماراتي بالمكلا، والذي وجه السلطات بايقاف النيابه البت في قضايا المعتقلين المنقولين من معتقل مطار الريان الى السجن المركزي بالمكلا. ودعا المحتجون السلطات المحلية والقوات الإماراتية إلى الكشف عن مصير المعتقلين بسجن مطار الريان وإحالة من ثبت إدانته للنيابة والقضاء حسب القانون. نتابع هذا التقرير مشاهدينا، ومن ثم نبدأ النقاش. عودة إلى زمن الصوت الواحد، زمن الخطوط الحمراء غير الممكن تجاوزها. أزمة أخرى تعيشها الصحافة اليمنية بعد أن بات وضعها في المناطق المحررة مشابها إلى حد ما لتلك التي لا تزال ترزح تحت سيطرة الانقلاب. في بداية العام 2015 تدهور حال الصحافة والصحفيين، ومنذ تلك الأيام اضطر معظمهم لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إثر تزايد المخاطر والاعتداءات عليهم. انتقل الصحفيون إلى المحافظات التي اعتبرت محررة، غير أن وضعهم لم يصبح أفضل مما كان عليه، حيث تعرض عدد منهم للاعتداء وآخرون للسجن، فمنهم من أفرج عنه، ومنهم من ينتظر في السجون، ومنهم من قرر الخروج بعيدا عن الوطن. نقابة الصحفيين وفي آخر بياناتها أكدت أن الصحفي عوض كشبيم مسؤول الحريات بفرع النقابة بحضرموت لا يزال مخفيا منذ فبراير من قبل أجهزة الأمن بحضرموت بعد إقالته من عمله كرئيس لمؤسسة باكثير للطباعة والنشر في واقعة تنتهك حق حرية الرأي والتعبير. الانتهاكات لم تقتصر على الصحفيين فحسب، بل طالت الاعتقالات عددا من المواطنين، إما لسبب توجههم الحزبي أو على خلفية آرائهم السياسية. في الجديد احتج العشرات من أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا بمحافظة حضرموت للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المختطفين في سجون التحالف العربي. وقال موقع المصدر أونلاين إن المحتجين نفذوا وقفة أمام المجمع القضائي بمدينة المكلا ورفعوا شعارات ضد قرار قوات التحالف والذي قضى بتوقيف إجراءات الإفراج عن ذويهم. النيابة العامة وبحسب بيان لأهالي المختطفين بدأت بالتحقيق مع المحتجزين ولم يثبت ضدهم أي اتهام، ليأتي قرار من قوات التحالف بوقف التحقيق وعدم الإفراج عنهم. أزمة أخرى يعيشها واقع الحقوق والحريات في اليمن، فما بين تكميم الأفواه والاعتقالات الكثيرة يقف أهالي المعتقلين حائرين لا يعلمون شيئا عن ذويهم غير أنهم موجودون في معتقل. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق. سيد فتحي مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد فتحي، نناقش اليوم يعني واقع الحقوق والحريات في المحافظات المحررة. إذن ما الجديد بشأن ملف المعتقلين والمختطفين في المحافظات المحررة؟ الحقيقة أن الوضع الحقوقي عامة في المحافظات المحررة عقب الحرب كان أفضل حالا من الوضع اليوم. للأمانة وأقولها وأنا رئيس تحرير صحيفة صادرة من عدن، أن الوضع الحقوقي والوضع وضع الحريات كان خلال عام من انتهاء الحرب أفضل حالا من اليوم، لكن الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها عدد من وسائل الإعلام، حالة المئات من المعتقلين في المحافظات المحررة دون مع محاكمات، زج بآخرين، المداهمات الليلية، الكثير من الانتهاكات هنا وهناك باتت تؤكد أن المحافظات المحررة لا تختلف بالمطلق عن الواقع الذي يعيشه إخوتنا في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. عدن اليوم باتت تشبه صنعاء، والمكلا أيضا تشبه صنعاء، والكثير من المحافظات الأخرى حتى مأرب أيضا، لكي نكون أكثر إنصافا وأكثر وضوحا، كل المحافظات اليمنية باتت تشبه صنعاء من حيث القمع ومصادرة الحريات. للأسف شديد
أولا الإعلام هو أول ضحية لعملية القمع هذه، وثانيا المعارضين أو من يحملون آراء سياسية مخالفة هم من باتوا في واجهة أعمال القمع هذه. نعم. عدن تزخر سجونها بالمئات أو ربما بالآلاف من الأشخاص الذين يعتقلون دون أن يتم توجيه لهم أي اتهام، دون أن يتم تقديم أي منهم إلى المحاكمات. الكثير من الأبرياء، الكثير من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذ هنا وهناك، لكن دون أي تقدم حقيقي في ملف المعتقلين ولا في ملفات أخرى. نعم. صحيفة أخبار اليوم تعرضت للحرق قبل حوالي أسابيع، الكثير من الصحفيين يتعرضوا للمضايقات، وصل الأمر إلى اعتقال الصحفي عوض كشمي. إذا نحن أمام فيما يتعلق سيد فتحي في قضية الصحفي عوض كشمي، يعني هل لديكم جديد حول هذه القضية؟ للأسف شديد أنا تابعت قضيته قبل يومين، وتبين أنه تم إحالته إلى النيابة الجزائية. نعم. في واقعة مخالفة للقانون جملة وتفصيلا، لم يحدث في تاريخ اليمن كله منذ 1962 حتى اليوم أن تم إحالة صحفي لأن يخضع لمحاكمة أمام نيابة أمن الدولة قديما أو حاليا النيابة الجزائية. نعم. واقعة غريبة عجيبة لم تحدث في تاريخ اليمن كلها، حتى كان الأولى أو الأفضل بهم أن يوجهوا إلى البحث الجنائي أو النيابة العامة بدل أن يوجهوا إلى النيابة الجزائية. النيابة الجزائية دائما هي مختصة بقضايا الإرهابيين والقضايا الجسيمة. نعم. الرجل لم يرتكب أي جرم كبير، وأساسا لم يرتكب شيء سوى أنه دون رأي خاص فيه على صفحته في الفيسبوك. فما يحدث للأمانة للزميل عوض كشميم والكثير من الزملاء هنا وهناك مخجل ومثير للسخرية، ويؤكد أن المحافظات المحررة لا تعيش حالة من القمع لا تختلف بالمطلق عما يعيشه زملائنا وإخوتنا في صنعاء والمحافظات الأخرى. نعم. اليمنيون ظنوا حينما تحررت عدن وتحررت القلة وحتى حينما ضغطت الدولة سيطرتها على مأرب أن هذه المحافظات وحتى تعز أيضا لكي نكون أكثر وضوحا ودقة، كل هذه المحافظات المحررة ظنوا اليمنيون أنها ربما تقدم نموذج مغاير لما يحدث في صنعاء، ربما تقدم نموذج للعالم يؤكد أن المناطق المحررة أوضح حالا، لكن للأسف الشديد صار الوضع في هذه المناطق لا يختلف بالمطلق عما يعيشه الناس في صنعاء. الناس في هذه المناطق للأسف الشديد يلقون باللوم الأول والأخير على إدارة الرئيس هذه التي تقف متفرجة على ما يحدث. إدارة الرئيس هذه هي تتحدث العالم بأن هذه المناطق أو ما تسميها 85% من الأراضي اليمنية تحت سيطرتها، بينما في الحقيقة إدارة الرئيس هذه لا تملك أي سيطرة على هذه المناطق. نعم. وهذه المناطق ككل تتقاسمها الجيوش المختلفة والإقليمية والتدخلات الدولية والميليشيات المحلية، وكل الأطراف تعبث في هذه المناطق. نعم. إذن الكل في هذه المناطق أساسهم يلقون باللوم على إدارة الرئيس هذه، وعلى إدارة الرئيس هذه أن تتحدث للناس أولا، هل هذه المناطق أساسا تحت سيطرتها؟ هل هي مسؤولة عن وضع الناس؟ هل ما يحدث من انتهاكات في هذه المناطق يهمها؟ أو في الأخير العالم سيسجل كل إساءة. نعم. كل اختراق لحقوق الإنسان في جبين الشرعية. هو لم يسجل. نعم. جميل. جميل سيد فتحي، إذن سأعود لأكمل معك من حيث توقفنا، ولكن سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا من سويسرا عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين السيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل مساء الخير. سيد نبيل هل تسمعني؟ أسمعك. أهلا بك سيد نبيل مساء الخير. إذن نناقش اليوم واقع الحقوق والحريات في المحافظات المحررة. سيد نبيل، يعني هناك انتهاكات عديدة تواجهها الحريات الصحفية منذ سقوط البلاد في حرب الانقلاب، غير أن ما يحدث اليوم في المحافظات المحررة تحديدا أصبح يشبه إلى حد ما ما يحدث في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، كيف تنظر إلى الوضع؟ أولا أحيي ضيفك الزميل العزيز فتحي بالأزرق الذي هذه الفترة
تم التوجيه له الكثير من الاتهامات والخطابات الأمنية وغيرها من الأشياء المناهضة لحرية الرأي والتعبير. نحن نعتبره يعني في محافظة عدن رأس حربة للإعلام والحريات الصحفية، يقول ما يراه مناسبا. الأمر الثاني فيما يخص الاعتقالات في المحافظات المحررة، هذا أمر مخيف جدا، لا يختلف الأمر كثيرا عن ما يحدث لدى الميليشيات. التهمة واحدة هي معاداة كل من ينتقد آراءهم. اليوم أرسلت رسالة لوزير الإعلام اليمني من قبل محافظ حضرموت والنخبة الحضرمية تتهم فيها الزميل الصحفي عوض كتميم وغيره من الصحفيين بأنهم ينتقدون النخبة الحضرمية أو إجراءاتها أو الأمنية وغيرها. بالتالي الأمر واضح جدا أن من ينتقد أي جهات أمنية تتبع النخبة الحضرمية والحزام الأمني في عدن سوف يحاكم وسوف تطبق عليه أقصى العقوبات بما فيها الخيانة العظمى. أنا أتهم طبعا في الأساس هي الحكومة الشرعية، لأنها هي من منحت الحزام الأمني والنخبة الحضرمية الشرعية إما أن ترفع يعني الغطاء عن هذه الميليشيات الأمنية أو أن تتحمل المسؤولية كاملة. الميليشيات الأمنية في محافظة حضرموت وعدن وغيرها من المناطق المحررة تقوم بالكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الصحفيين. الزميل عوض كشميم اتهم بأنه انتقد النخبة الحضرمية والإجراءاتها الأمنية، وبالتالي فإن العقوبة واضحة عليه. نعم، لكن بخصوص قضية عوض كشميم، ما الجديد لديكم سيد نبيل؟ تم إحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وهي محكمة غير قانونية، وتم الاعتراض عليها في حينها يعني منذ إنشائها. هذه المحكمة هي متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم الجسيمة، وليست في قضايا الصحافة وغيرها من الآراء الحقوقية. لعلكم تتذكرون أثناء عهد علي عبد الله صالح كان حينما يراد إحالة صحفي أو أي شخص له رأي مخالف يتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ومن ثم هذه المحاكمات المفبركة الشكلية وإدانته، كما حصل أيضا مع الأستاذ يحيى عبد الرقيب القبيحي بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. الآن المعركة هم يعني الواقع سابقا شهد محاكمات مماثلة كثيرة وليست كسابقة كما وصف نعم، حتى الحوثيين الآن الصحفيين الذين اتهموا بالحوثية أثناء عهد علي عبد الله صالح، مثل الشهيد عبد الكريم الخيواني ومثل الزميل محمد المقالح، كانوا حوكموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب. وللأسف الشديد أن هؤلاء الذين حكموا أمام هذه المحكمة أصبحوا شهودا علينا. نحن نأسف لهذا الأمر كثيرا، يعني وخاصة من الأستاذ محمد المقالح أن يصبح شاهدا على الجرائم التي ترتكبها الجماعات الحوثية. بنفس الأمر يصبح المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أداة صوت وترهيب للصحفيين في المحافظات المحررة. لكن دعني أقول شيئا واحدا وواضحا برمتين. نحن في نقابة الصحفيين نعتبر أن تلك المحاكمات هي محاكمات شكلية ومدانة أيضا، وعلى الحكومة الشرعية أن تعترف بأن تلك الميليشيات التي تقع تحت عاتقها مثل النخبة الحضرمية، الحزام الأمني، بعض الميليشيات المسلحة في محافظة تعز تأتمر بأمرها ومنفذة بأمرها، وإلا فعليها أن تعتبرها ميليشيات، لأن تلك الميليشيات النخبة والحزام وغيرها من في محافظة تعز وغيرها هي تحت مسمى الحكومة الشرعية. إما أن ترفع الغطاء عليها وتقول بشكل واضح أنها لا تأتمر بأمرها وأنها تأتمر بأمر القوات التابعة للتحالف العربي والإمارات العربية المتحدة، وإلا عليها أن تصمت. نعم، إذن الآن ما يحدث للصحفيين في محافظة تعز
وعدن وحضرموت ليس إلا توجيهات واضحة من المسيطرين على الأرض. نعم، إذن جميل، سأعود إليك سيد نبيل. أذهب لضيفي الآخر فتحي بن الأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. يعني سيد فتحي، إذا ما نظرنا لمحافظة حضرموت على وجه التحديد، يعني هذه المحافظة يعني لم تشهد صراع كباقي المحافظات أو مواجهات حتى يعني تصبح بهذه الصورة في مسألة واقع الحريات والانتهاكات الحاصلة بحق الصحفيين والحريات يعني والحقوق بشكل عام، كيف تنظر لذلك؟ الحقيقة أن حضرموت هذه شهادة مني لقيادتها، قيادة السلطة المحلية فيها وكل القيادات المحلية في حضرموت. اللواء البحثاني قدم نموذج من أجمل النماذج التي رأيناها عقب الحرب. قاد حملة أمنية وعسكرية وطرد القاعدة ومن ثم نهض بالمحافظة ورتب شؤونها. ما يقوم بالمحافظ البحثني شيء جميل جدا ونال به حب واحترام الناس، لكن فقط هذه قضية عوض كشميم هي ربما للأسف شديد تسيء للسجل الطيب لهذا الرجل، تسيء للسجل الأبيض أو الوضع الأمني. أيضا هناك سيد فتحي معتقلين، يعني كان هناك أمر من النيابة بالإفراج عنهم ويعني حتى الآن لم يحدث شيء في هذا الجانب. يا أخي، هذه الأمور أساسا إذا قسناها بأمانة وبصدق هي فوق رأس البحثاني شخصيا، وهي فوق رأس لو أن هناك محافظ لعدن قضايا المعتقلين والميليشيات الحاصلة في عدن وغير عدن هي أمور فوق طاقة المحافظين في السلطات المحلية، لكن نحن نتحدث عما يستطيع المحافظ البحثاني فعله. المحافظ البحثاني يستطيع ربما يملك قدرة إطلاق سراح الصحفي عوض كشميم، ونحن هنا وعبر قناتكم الكريمة نوجه نداء للمحافظ البحثاني ونقول له إن سجلك من أجمل ما يكون ولك حضور شعبي جميل والناس تؤيدك في حضرموت وخارج حضرموت. نعم، لكن قضية احتجاز صحفي بسبب منشور على الفيسبوك ربما ليست جديرة بيكون في حضرموت وليست جديرة بالسلطة المحلية. نعم، وأمنا كبير. أنا شخصيا حينما أقارن الوضع بين حضرموت وبين عدن أجد الوضع في حضرموت ربما أفضل حالا، أفضل وضعا، حقوق لا بأس بها، وضع السلطة المحلية أفضل. عامة الوضع في حضرموت أفضل، لكن تنقص فيه موضوع اعتقال الصحفي عوض كشميم، كما أن هناك اعتقال آخرين، لكن قضية اعتقال آخرين حقيقة هي وهذا نعترف فيه أنه الأمر ليس بيد البحثيين الذي يفرج عنهم أو يعيدهم إلى الاعتقال. هذا أمر خارج عن إطار البحثيين مثل ما هو في عدن، خارج عن إطار الشرعية بشكل عام. لكن بمجمل الوضع هذه أمور غير مقبولة. طيب سيد فتحي، يعني كان هناك قرار أيضا من النيابة للبت بقضايا بعض يعني المعتقلين، يعني كان هناك قرار بالبت بقضاياهم، ولكن يعني كان هناك شيء مفاجئ أنه من قبل قائد قوات التحالف القائد الإماراتي هناك اعترض على هذه القرارات ورفضها تماما. يعني كيف يمكن تفسير اعتراض قائد القوات قوات التحالف على قرارات النيابة بشأن المعتقلين، ومدى تأثير ذلك على مستقبل القضاء في اليمن؟ الحقيقة أنا ما عندي معلومات بهذا الخصوص، لذلك لا أستطيع أن أفيد فيما إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح. لكن أنا أقفز إلى إطار أكبر وتحدث أنه التحالف والإمارات السعودية أي دولة من الدول هذه التي تعمل داخل اليمن لا يمكن مساعدة هذه الدول. أنا شخصيا كصحفي لا أستطيع أن أوجه أي لوم لا للإمارات ولا للسعودية ولا أي طرف دولي. أنا أوجه اللوم أساسا لرئيس هادي وإدارته التي استدعت التحالف العربي إلى اليمن، وهي التي جاءت بالتحالف العربي. إذن لا يحق لأي يمني أن يلوم الإمارات ولا يحق لأي يمني أن يلوم السعودية. لوموا حكومتكم، لوموا إدارتكم التي جاءت بالتحالف العربي. كان يجب أن يأتي التحالف العربي وفق التزامات واضحة، وفق علاقة واضحة المعالم،
وفق أمور كثيرة، لكن للأسف شديد وهذا واقع حقيقي أنه العلاقة بين الطرفين صارت في أسوأ ما يكون وخارجت عن إطارها المرسوم لها إنقاذ الشرعية واتجهت إلى اتجاهات أخرى. لكن مهما يكون مهما تكون هناك اختلاف، أنا لن ألوم إلا الرئيس هادي، لن ألوم إلا إدارة الرئيس هادي. لا ليس لليمنيين من غريم إلى الرئيس هادي، لأنه هو من سد التحالف وهم مسؤول أمام اليمنيين، إلا في حال ما خرج للناس وقال أن الوضع في اليمن خرج عن إطار سيطرته أو أن العلاقة اختلت، هنا ربما اليمنيين سيقفون إلى جانب الرئيس هادي وسيطالبون بتصحيح العلاقة. لكن الرئيس هادي لم يخرج حتى اللحظة ليقول شيء للناس، إذن هو المسؤول أمام الناس. بالضبط. إذن أشكرك جزيلا سيد فتحي. نعم، فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. يعني سيد نبيل، حتى الآن لم يتخذ المجتمع الدولي خصوصا مجلس حقوق الإنسان يعني موقفا عمليا واضحا من الاعتداء الواضح على الصحافة، وباعتقادك لماذا يعني كل هذا الصمت؟ منذ متى كان المجتمع الدولي يقف مع الحقيقة أو يقف مع الانتهاكات؟ للأسف الشديد نحن شريحة الصحفيين نشعر بالخذلان الكبير من المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي لا ينظر لقضية الصحفيين وقضية المدنيين والانتهاكات التي حصلت في اليمن إلا من منظور سياسي أو من منظور إقليمي له مصالح وأدوات مختلفة. للأسف الشديد هناك قوى إقليمية ضغطة في هذا السياق. بالنسبة للحديث عن الصحفي عوض كشمين أو الأحداث فيما يخص الصحافة في محافظات المحررة، صحيح أن الرئيس الشرعي عبد الرب هادي منصور هو من يتحمل المسؤولية كاملة إذا ما يحدث للصحافة والصحفيين في تلك المحافظات، لكن دعونا أن نضع النقاط على الحروف وأن نضع الأمور على الطاولة مباشرة. نعم. الأمر لم يعد بيد الرئيس عبد الرب هادي منصور، بل بيد القوات الإماراتية في محافظة عدن عبر الحزام الأمني، وفي محافظة حضرموت عبر النخبة الحضرمية، وفي محافظة تبوة عبر النخبة الشبوانية، وفي محافظة تعز عبر جماعة أبو العباس. هذه الجماعات التي قامت بالنسبة لنا كنقابة الصحفيين هي من قامت باعتقال الصحفيين وتهديدهم وإرعابهم واعتقالهم، وأيضا من وجهت السلطات الرسمية في تلك المحافظات باعتقال الصحفيين وغيرها من الإجراءات التي تمس الحريات الصحفية. نعم. للأسف الشديد دعونا نقول بشكل واضح وصريح، السلطات الأمنية التابعة في تلك المحافظات لا تنتمي لأي جماعة شرعية، وليست سوى ميليشيات لا تأتمر بأمر الشرعية. هناك تفخيخ للشرعية بتلك الميليشيات. نعم، لكن ضيفنا الآخر السيد فتحي يقول أن الرئيس هادي هو من أعطاها الشرعية، يعني كونه يعني يصمت على كل التجاوزات الحاصلة من هذه الكيانات، وأيضا لم يحدد موقف منها منذ أن شكلت. صحيح ما يقوله الزميل فتحي أمر صحيح جدا، لكن ما الذي تريده من شخص ضعيف من سلطة ضعيفة مسيطر عليها؟ الجميع يعرف ما الذي تستطيع أن تفعله السعودية والإمارات في اليمن. نعم. دعونا نكون صريحين وواضحين في هذه النقطة تماما. نعم. الأمر أكبر من أن يراه هادي، والسلطات المحلية المختلفة حينما تم تعيين محافظ لعدن لم يكن مرغوبا به من قبل التحالف وغيره تم إفشاله. الأمر برمته تم إنشاء المجلس الانتقالي، النقابة الحضرمية، النقابة الشبوانية، الحزام الأمني وغيرها في محاولة لمحافظة تعز لتأطيرها ضمن الميليشيات تحت غطاء الدولة. نحن بالنسبة لنا في نقابة الصحفيين ما يهمنا هي الحريات الصحفية. هناك رسالة واضحة من المحافظ إلى وزير محافظ حضرموت إلى وزير الإعلام يتهم فيها الزميل عوض كشمين بأنه
يعني قال رأيا مخالفا أو فيما يخص النخبة الحضرمية ومعركتها ضد القاعدة. سنقول لكم شيئا واحدا، القاعدة هذه التي يتم الحديث عنها هي مثل ما كان يتحدث عنها علي عبد الله صالح بأنها أحد الأسباب الرئيسية وغيرها، يتم استخدامها لاتهام الغير لمعركة سياسية قادمة. هناك معركة سياسية اغتيالات في حضرموت التي حدثت الآن مؤخرا، هي محاولة للسيطرة من النخبة الحضرمية على بقية المناطق التي لم تصل إليها، وبالتالي فهناك اغتيالات وأحداث حتى يقول الجميع بأنه لابد من دخول النخبة الحضرمية لتلك المناطق والسيطرة عليها، لأنهم لا يستطيعون الجيش التابع للحكومة والعسكر التابع للحكومة بحماية تلك المناطق، وبالتالي فهم يريدون إدخال النخبة الحضرمية للسيطرة على تلك المناطق. نعم. طيب أمام هذا الواقع من الانتهاكات سيد نبيل، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية الصحفيين والصحافة؟ هناك أمر مهم جدا يجب على الصحفيين ويجب على المجتمع المدني والمدنيين معرفته جيدا. حينما يتم استهداف الصحفيين في أي مرحلة من المراحل، تأكدوا بأن هناك الكثير من الانتهاكات سوف يتعرض لها المدنيين وغيرهم. لماذا؟ لأن الصحفيين شهود الحقيقة، لأن الصحفيين من ينقلون الأمر، من ينقلون الوقائع، من ينقلون الأحداث. وبالتالي فإن أي مقدمة لإرهاب الصحفيين واعتقالهم وقتلهم وغيرها من الإجراءات القامعة للحرية الصحفية معناها أن هناك انتهاكات جديدة أو انتهاكات مخيفة سترتكبها أي جماعة فيما بعد ضد المدنيين. لعلكم تذكرون كيف قصف الحوثيين التلفزيون اليمني، كيف قاموا بالسيطرة على وسائل الإعلام، كيف قاموا باعتقال الصحفيين في صنعاء بعد اجتياح صنعاء، بعد اجتياح العاصمة صنعاء. وبالتالي ما الذي حدث بعد هذا التدمير الكامل والاعتقالات والإرهاب والاعتداء على حرية الرأي والتعبير؟ انتهاكات مستمرة حتى الآن ضد المدنيين والقتل والتشريد وغيرها من الانتهاكات، لأنهم في البداية عليهم أن يوقفوا شهود الحقيقة، أن يرهبوهم، أن يوقفوهم، ومن ثم سوف يجتاحون كل المحرمات، لأن هناك لا أحد يستطيع نقل الحقيقة. ما يحدث لعوض كشميم وغيرهم من الصحفيين في عدن وفي بقية المحافظات المحررة، الأمر ليس سهلا وليس بسيطا، لأن هناك من يريد أكبر من اتهام الصحفيين ومن اعتقالات الصحفيين ومن الاعتداء على الصحفيين. هذا الأمر واضح جدا، سيكون هناك هجمة شرسة على كل مستويات الدولة وقمع الحريات الإنسانية بشكل عام. ابتداء بالحرية الصحفية وانتهاء بالحرية العامة. نعم. إذن ماذا أمام يعني الصحافة والصحفيين في ظل هذا الواقع؟ للأسف الشديد يعني الصحفيين هم يتعرضون لانتكاسات متعددة وانتهاكات كثيرة، ومع ذلك أنا أحيي كل الصحفيين الصامدين في تلك المحافظات، إما المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين أو المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، أحييهم لوقوفهم والتعبير عن آرائهم من أجل قول الحقيقة ومن أجل توضيح الصورة للمجتمع المحلي والدولي. المنظمات الدولية مهتمة بهذا الأمر، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، المادة 19، منظمة المادة 19 التي المعنية بحرية الرأي والتعبير، أيضا مراسلون بلا حدود، كلها ترصد تلك الانتهاكات. ولعل المرحلة ليست كافية لمحاكمة أو لمتابعة المنتهكين للحرية الصحفية قضائيا، ولكن كل شيء مرصود. لكنها أيضا نعم، لكن كل شيء مرصود. وسيأتي الوقت الذي سيفتح فيه تلك الملفات والإشارة
الى من قام بتلك الانتهاكات. الان الاتحاد الدولي للصحفيين قبل شهر تقريبا عقد مؤتمرا بهدف ايجاد قوانين دوليه وتلزم الحكومات العالميه باتخاذ اجراءات لمحاكمه كل من قام بتلك الانتهاكات ضد الحريه الصحفيه. لا نكتفي بالادانه كما هو حاصل سابقا والافلات من العقاب، لا، يجب ان يكون هناك اليات دوليه وبقرارات دوليه. من اجل ماذا؟ من اجل تنفيذ الاحكام والقرارات الدوليه بشان المنتهكين. نعم، اذا جميل جدا، اشكرك جزيلا عضو نقابه الصحفيين اليمنيين السيد نبيل الاسيدي، معذره يعني داهمنا الوقت، واشكرك في ختام هذه الحلقه، كنت معنا من سويسرا، وشكر ايضا للصحفي فتحي باللزلق رئيس تحرير صحيفه عدن الغد كان معنا من القاهره. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.